تبارك الله سمعنا سعيد عرفتي باقا في الشباب ديالها ان شاء الله وهي اللي هي اللي كاينه تبارك الله انا بعدا هي اللي عجبتني انا ما عجبتني لا احلام لا والو عجبتني سميره سعيد نطلب من برشا نحييها وتنقول لك راه حنا باقيين تنموتوا عليها وبحالها بحال لطيفه راه فاتت هي ان شاء الله واعره غزاله 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 بزاف. بالنسبه لسميره سعيد كتعجبني بالنسبه للصوت ديالها وكتعجبني حيت كتعجبني في لجنه التحكيم ديال دي فويس وكيعجبني البرنامج ديال دي فويس انه تيشاركوا فيه بزاف ديال الفنانه مغاربه ونجحوا بزاف الفنانه المغاربه من ذاك البرنامج انهم مشاو بعيد بزاف وهذا شرف لينا كبير بالنسبه لينا حنا هنا في المغرب. كنشكرها بزاف حيت كدعم بزاف ان المغاربه يدوزوا هذه التجربه هذه ويفتح لهم مجال كبير في المستقبل ان شاء الله. غزاله غزاله تبارك الله. وبنيتي انا عندي 74 عام ما صار مع الا تنتفرج وصافي هذه الصراحه. يلا مزيانه هادشي كنش لا ماشي يوميا ولكن كنشوفها كتعجبني مزيانه. سميره سعيد كتعجبني في لجنة التحكيم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.